هو الجديد فيها انه طب هو كتف ضان، فالكتف الضاني عارفينه يعني بناكله عارفينه طرق كتير، انا بعمله بطريقه النهارده لطيفه كده بريزيهيه حلوه، التكه والحدوته في التتبيله يعني، عشان هو ده الفكره كلها. هعمله بتتبيله الاول، هياخد زعتر وتوم وفلفل حار وجنزبيل مع بعض كده، اوكي هنعمل كده، هناخد الحدوته دي مع بعضها، وبعدين هيتعمل له كده يتلف على النار في حته زيت نونه نونه عشان اديله فرصه يسخن ينزل الدهون بتاعته وياخد لون فيها، لون ما يخشش على السواد، خلي بالكم ما يخشش على ايه، على السواد يعني لطيف، يبقى روزيه كده جولدن لطيف يعني، اوكي. وبعدين بقى ايه الكلام ده، هو على النار بحط له معاها الخضروات، وبعدين معايا ايه الخضروات اللي معاها؟ يعني معايا كرفس، معايا توم صحيح، معايا بصل صغنون لطيف كده، وبطاطس صغيره، وافضل يعني انها لو مش صغيره تتقطع على اربعه زي ما حضراتكم شايفين، وشويه جزر ترانشات، سوري وكرات، لانه ده هيديني برضو حته لطيفه. انا معايا هنا ايه؟ روزماري وورق غار او ورق لور، ومعايا عصير تفاح، ومعايا عسل موالح، ومعايا خل عنب احمر. هناخد ده على ده اهو، اوكي معلقه صغيره كده بقى اهو، جميل جمال، نخلط نخلط نبلط، اوكي ده كلام جميل. وهناخد الثوم نحط عليه، او يعني على الفلفل الحار، وبرضو نقلبهم نو ايه نقلبهم يلا مع بعضنا كده لطيف لطيف، اوكي حلو الكلام ده. بصوا بقى هناخد بقى ايه، شوية زيت نونة نونة صغنونة على الحدوتة دي، تمام، ونقلب. وبعدين اتبل القصة الجميلة بتاعتنا بالحدوتة دي. ايه بقى؟ اهو اوكي مش لازم. بعدين ناخد بقى القصة دي وبرضو ايه نعمل كده، كده اهو كده اهو، خلي ده جنباتك كده، من ناحية الجلد بقى قصدي من ناحية الدهن بقى كده، استناني استناني اوكي اها اها يلا نمسك يلا بقى نحط معاهم الكلام ده. الكرات. وبقى سلطات. كويس. والثوم. والجزر. يلا نعيش الكلام مع بعضه. يلا نعيش مع بعض. ادي العصير. وادي خل العنب الاحمر. وادي طبعا ما دام في ورق لور وحاجات من دي وبتاع هيبقى في سائل هيتحط معاه، وتشز هو ده اوكي
جلبنا لسه ما جلبناش. يلا بينا. يلا بقى ايه نحكم الكلام نقفله. قلت لها ايه الغطا ده كلام جميل حلو قوي. نعمل ايه بقى؟ نوطي النار حبتين صغيرين مش قوي قوي يعني خليها نار ايه متوسطه.